مناطق في بلدية الشافية، وكنا عايننا عديد المشاريع المؤسسة التربوية وكذلك مواقع شبانية، فضاءات شبانية، وخاصة كانت لي الفرصة باش نعاين السكنات الاجتماعية اللي مبرمج تسليم المفاتيح لأهلها ولأصحابها بالمناسبة نتاع 18 فبراير. انشغالي كان منصب خاصة حول نوعية الإنجاز ونوعية الأشغال، وين وقفت كذلك على أشغال التهيئة. إذن الزيارة هذه سمحت لي باش نوقف على بعض النقائص اللي لازم استدراكها في عاجل الأيام ولا في قريب الأيام. إذن هذه هي الزيارة. دونك هذا واش نقول في اللحظة هذه. شكرا. 10 أيام أي منا إلى يوم 18، يعني بالمناسبة نتاع 18 فبراير رايح الولاية على مستوى الولاية نوزع ما يزيد عن 1360 وحدة سكنية في انتظار ما نستكمل العدد في مع 19 مارس اللي هو عيد النصر. بقية العدد اللي كنا صرحنا به اللي يتجاوز 2500 وحدة سكنية. إذا هذه سنة 2023 عندنا برنامج خاصة في ميدان السكن، برنامج نقول جد وطموح، برنامج اللي تجاوز القوام تاعو ما 5000 7000 وحدة سكنية، ما يتجاوز ما بين 5000 إلى 7000، الهدف تاعنا هو 7000 وحدة سكنية، لكن الحد الأدنى هو 5000. إذا إن شاء الله نكونوا في الموعد وشكراً.